أهلا وسهلا بكم من جديد. من الأخبار اللي تم يعني تداولها بغرابة شديدة خلال اليومين الماضيين، الطائرة المطعم التي طبعا أثارت استياء سكان القرى والمدن اللي مرت من خلالها طبعا في الجنوب، طبعا مرت يعني كان في عملية نقل لهذه الطائرة، من خلال هذا النقل تقطع الكهرباء على 10 قرى وبتكاليف عالية جدا. طبعا وجه نائب رئيس الشركة السعودية للكهرباء انتقادا شديد اللهجة وتحدث عن الخسائر التي تكبدتها الشركة وعدم التنسيق لنقل هذا الطائرة وهذه الطائرة. الأمانة هناك عندهم رد، الفكرة هي أنه أحد قرر أنه يتم عمل فكرة مطعم طائرة تكون مطعم، بالتالي شروها الظاهر مختصة السعودية من المدينة، فكرة نقلها هذه اللي سوت المشكلة. خلونا نتابع هذا التقرير ثم نعود للنقاش. لغز الطائرة الماليزية التي اختفت قبل أيام كما يقول بعض الكتاب ربما يتواجد الآن في طرق المملكة متوجهة إلى عسير. فالأخبار لم تنفك إلى نقل معاناة هذه الطائرة التي قطعت خطوط الكهرباء وبتكاليف خيالية لتكون مطعماً. الطائرة المطعم هي إلى طائرة من الحجم الكبير مشترى من الخطوط السعودية، بدأت رحلتها من المدينة المنورة إلى عسير لتكون مطعماً نقلت عبر 95 شاحنة. تحتوي الطائرة على 800 كرسي وهو ما لم يتوفر على طائرات الخطوط السعودية العاملة إلى الآن قبل ذلك كما يعتقد البعض، ووصل تكاليف نقلها إلى نحو أكثر من 2 مليون ريال سعودي. نتائج العشوائية التي صاحبت عملية النقل: انقطاع للتيار الكهربائي عن 10 قرى وتوقف حركة المرور في خط سيرها لساعات طويلة، وإزالة بعض الأرصفة وأعمدة الإنارة في طريق مرورها ما يكلف الأمانات خسائر عدة، وتدمير لمداخل بعض المدن التي مرت بها واقتلاع عدد من الأشجار. ولم تطرح الأمانات بعد حجم خسائر نقل هذه الطائرة التي نقلت بدون تنسيق مسبق أو تخطيط كما تقول بعض الجهات. والبعض يرى أن تحول الخطوط السعودية طائراتها إلى مطاعم أوفر لها وللمواطنين بدل الخسائر السنوية. حول هذا الموضوع معي في الاستوديو الاستاذ عبد السلام اليمني، نائب رئيس الشركه السعوديه للكهرباء، وايضا الكاتب المعروف اللي وجه انتقاد كبير اليوم. ايضا معنا عبر الهاتف امين منطقه عسير المهندس ابراهيم الخليل. شكرا لتلبيه الدعوه. شكرا لتلبيه الدعوه انت. اهلا وسهلا وواجبنا. لا شكرا لك، وايضا شكرا للمهندس المهندس ابراهيم ايضا على تلبيه الدعوه. ابدا يعني خلني ابدا مع المهندس ابراهيم نشوف اللي صار فيها. مهندس ابراهيم مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، حياك الله. شكرا لتلبيه الدعوه مره ثانيه. ما الذي حدث يعني بالضبط؟ في غضب كثير، في تندر ايضا كثير، في ناس غاضبه. يعني فكره مطعم خسرت يعني القرى الكهرباء وزعلت الشركه السعوديه للكهرباء. انتم ايش ردكم في الامانه؟ يا اخي ما ادري، انا ما اشوف ان زعلت الاخوان في شركه الكهرباء، ما عدا يمكن الضيف اللي عندك ولا الكهرباء في بينهم تنسيق. ودي بس اقول ملحوظه بسيطه يعني يمكن تنهي الحوار. اللي يفهم الكلام كان الامانه تجي وتقطع الكهرباء في القريه الاولى والقريه الثانيه والقريه الثالثه دون تنسيق مع شركه الكهرباء. على الواقع اللي يقوم بقطع الكهرباء هي الشركه، هم موظفين الشركه ومدراها، ويمكن على مستوى عالي على مستوى امر رؤساء المناطق عندهم قناعة بالعمل، ولا ما حد اجبرهم. يعني لا تتصور ان احد يجبر شركة الكهرباء انها تدفع الكهرباء عن قرية او عن محل او عن مؤسسة او عن شركة. ما اشوف انه فيه يعني اجبار لهم. يعني هي القطع بناء على قناعة من يقوم بقطع الكهرباء بانها ضرورة، يعني عشان تمر الطائرة لابد ان تفصل التيار الكهربائي لمدة محددة، ربع ساعة، نصف ساعة. ما حد اجبرهم على قطع الكهرباء. كان قال لا احنا علينا خسائر كبيرة، ما نبغى نقطع. احنا الان لما نبغى نقطع الكهرباء من مشروع نفق ولا جسر ولا طريق لازم ندفع المبلغ التكاليف بالكامل لشركه الكهرباء قبل ما تبدا بالعمل. هنا شركه الكهرباء كانت ايجابيه بشكل كبير جدا وقدرت الظرف وساهمت في مرور الطائره. يعني لما نتكلم عن قطع الكهرباء كان لا تفهم ان قطع الكهرباء هو انه احنا نقطع الاسلاك. احنا عشان نرفع السلك لابد ان نفصل التيار عن السلك هذا عشان نرفعه، تمر واحدة من العربات اللي تحمل الطائرة اللي فيها الزيت. طيب. تنزل مرتفع بعض الشيء فقط.
طيب سعادة المهندس خلك معي، أنا بس أحب أنوه تقول ما حد زعلان إلا الضيف. الضيف اللي عندي هو نائب رئيس الشركة السعودية للكهرباء، بس نكون واضحين. سمعت رأي نعم سمعت رأي المهندس الخليل وقال ما في أحد زعلان، وقال في عندكم أنتم مشكلة فيكم، يعني إنه قال على مستويات عالية إنه الناس اللي تفصل مو بهم. أولا رحب بالأستاذ إبراهيم، وفي البداية أبغى بس أقول كلمة، أن احنا دائما يسعدنا ويفرحنا دعمنا ومساندتنا لأي مبادرة تشجع التنشيط السياحي في منطقة عسير، وهذا شيء أكيد، وإحنا عندنا شراكة استراتيجية مع جميع أمانات المدن ونعتز بهذه الشراكة. اللي حدث العشر قرى اللي تكلم عنها التقرير هذه في المنطقة الغربية، إذا الأستاذ إبراهيم يبغى يعني أقول له الآن، التقرير اللي وصلني رسميا ماذا حدث في المنطقة الجنوبية من أول ما دخلت الطائرة حدود المنطقة عسير إلى اليوم، 18 قرية، 31 ألف مشترك، 18 قرية انقطع التيار عنها. نعم 18 قرية. أنا أعطيتك الفرصة كاملة، خلني أدير الحوار بطريقة تفيد المشاهد. أعطيك الفرصة كاملة بس نسمع الأستاذ. 31 ألف مشترك، 188 تقاطع، وحقول لك وش معنى تقاطع. الانقطاعات استمرت من ساعة إلى 8 ساعات. بعد ما بدأ التنسيق في الأخير صار الضرر كبير، ابتدت شركة الكهرباء تتفاعل، وصاروا كلفنا فرق طوارئ تعمل على مدار الساعة لكي إذا جت الشاحنات هم يقومون بمساعدة الآلات برفع الأسلاك، نعم أسلاك الضغط العالي وهذه لكي تعبر الطائرة. طبعا لازم يفصلون الكهرباء منعا للخطورة. هذه كلها باستطاعتنا، احنا الآن الطائرة وصلت، باستطاعتنا كنا نتلافاها لو كان هناك بس قبلها مبادرة في عملية. ما حد بلغكم؟ لا، اليوم أنا سألت رئيس القطاع الجنوبي الكهرباء، قال لم يكن هناك أي تنسيق إلا بعد ما أن صارت الحوادث اللي عالمتنا حقيقة كلنا، لأنها الخسائر طبعا خسائر كبيرة، سواء وأهم خسائرنا واللي دائما احنا ننظر لها اللي هي احنا ما نبغى تنقطع الكهرباء ولو دقيقة واحدة عن المواطنين أو المقيمين. لو كنا أقول للمهندس إبراهيم لو جلسنا على طاولة قبل ما تتحرك الطائرة من المدينة بأسبوع، وجلس أمن الطرق المرور شركة الكهرباء البلدية، وجلسنا وعرفنا أول شيء نعرف مكان عبورها الطريق اللي حتسلكه التوقيت، نعرف وش اللي موجود على هالطريق، هل في موجود لوحات الآن، حتى لوحات يقولوا لك على حسب ما هو مكتوب في الإعلان، لوحات في أسلاك كهرباء، فكل واحد من رؤساء القطاعات هذول يحدد على طاولة الاجتماع ما هي يسوي برنامج كامل ومصور، ونحدد الطريق اللي بتسلكه. هل يعني أنا ما أعتقد أن هذا يصعب. كم على حجم الخسائر مالية ماديا؟ ما أنا لا طبعا المعنوية كبيرة، لكن مثلا اللي دفعناها إحنا للفرق الطوارئ 24 ألف علشان يقعدون 24 ساعة، لكن حجم الخسائر اللي لو نحسبها كم انقطاع الكهرباء مثلا اللي استمر من ساعة إلى 8 ساعات، لأن فيها دخل، توقفت العدادات فكم الدخل، كم الأضرار اللي على المواطنين، يعني هذه فيه محسوب. لكن إننا نتمنى يعني اللي راح والطائرة وصلت، احنا نتمنى ان يكون في هناك دروس مستفادة، يعني حقيقة اللي عالمنا انه لا يكون هناك تنسيق، ان نجلس على طاولة في امانة موجود ما شاء الله تبارك الله فيها من الكفاءات والخبرات، الكفاءات الهندسية والمهندسين دائما يعني فكرهم تخطيطي، عشان يعني عشان الرأي العام احنا نتحدث اليوم عن 28 قرية، اذا 18 نعم في الجنوب و10 في الغربية. نعم نعم. طيب مهندس ابراهيم، يعني الآن أنتوا يعني من اللي جاب هذا تحت مظلة الأمارة، تحت مظلة الأمانة، تحت مظلة شركة استثمار، شيء خاص أساس نوضح، وأيضا أريد رد على المهندس عبد السلام. السلام عبد السلام، تحت مظلة الأمانة مباشرة، لكن أنا كنت وديت المهندس وش اللي لو نسقنا وحطنا لجنة عليا من هالخسائر ممكن نتفاداها، يعني لو كان يقول يقول وش يقول يقول انت تقول يقول وش الخسائر اللي كان ممكن نتلافاها لو نسقط معاك، نتلافى اشياء كثيره يعني جدا، مثلا ما نفصل التيار
ما هو بلجنة هل ممكن مثلا نبرمج القصة التيار في وقت محدد؟ هل ممكن نختار طرق بديلة أخرى؟ نعم. يعني نعم. أقل نعم. فصل تيار نعم. ودي أسهل وش اللي لو نسقنا على أعلى مستوى كان ممكن يصير. طيب يجاوبك ولا انا اجاوبك؟ احنا طال عمرك ما نبغى لجنه عليا يا مهندس ابراهيم، كنا نبغى فريق عمل متخصص من مهندسين يجلسون على الطاوله ويحددون المسار والتوقيت. ماشي لكن انا والتوقيت علشان احنا الان المملكه العربيه السعوديه 97% منها مترابطة كهربائيا، هذه كلفت مليارات هالخطوط لكي ننقل الكهرباء لكي نربط المملكة. لا يمكن الله يطول عمرك ان احنا نرضى انه شبكة الكهربائية جالسة تتقاح علشان تمر يقول احنا. ممكن توفر طرق بديلة لا 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 ممكن احنا لو استعدينا كنا حددنا التوقيت المناسب، كنا استعدينا بأجهزة لكي بدل ما تقطع الكابلات الكهربائية والأسلاك الكهربائية استعدينا بمعدات ونسوي رافعات ترفع هذا. يمكن الطريق اللي سلكته الآن، يعني اليوم واحد مقترح عليه في تويتر يقول ليش ما نقلت بالبحر؟ يعني لو حطت استأجرنا سفينة مثلا ذي ونقلت بالبحر من رابغ ولا لا في رابغ الى 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 جازان ونزلت منها، يعني او لشقيق، يعني فيه عدد من الوسائل يا مهندس ابراهيم لو جلسوا المهندسين فكروا فيها. والله لو جلسوا المهندسين فكروا فيها فريق عمل. انا ما اقول لجنه عليا ولا شيء، ما نحتاج لجنه عليا. انا بس اقول ان احنا جلسنا ندرس المسارات 4 شهور. احنا وافقت الخطوط السعوديه على منحنى الطائره في رمضان. في رمضان انا عندي الخطاب موقع من الملحم كثر الله الف خيره في رمضان، وجلسنا من ذاك الوقت الى الان واحنا ندرس البدائل حتى من ضمن الافكار الواحد. لا بس كثر الله خير الملحم واعطاكم اياه مجانا ولا شريتوها انتم؟ لا مجانا من الخطوط السعوديه. يا اخي اطلعنا من 4 سنين. اسمع كنا نبغى نساعدك في الجريده انه يقول يا اخي ليش ما نقروها بالجو ارخص؟ يعني ما حد يمنع انه يقول كذا، لكن هو لا هو لما احد يقول لك يقولونها بالجو هذا واحد، بس البحر غير الجو، يعني خلينا نكون منطقيين في النقاش. البحر طيب من وين تطلع؟ من البحر تطلع من العقبه. لا ما هو يقول لك من ضمن الافكار، يعني انت بتسحبها سحب. ما خالف هو الان يظن ان ما فكرنا فيها. الان لما توصل الشقيق، وصلت الشقيق عن طريق البحر، اولا من موصلها من المدينه الى البحر الى ينبع او الى جده. ايه ثم من جد من لما توصل الشقيق مين يطلعها الجبل؟ احنا الان اخترنا الطريق اللي ما في طلوع ولا في هاي واي وناخذ طرق زراعيه. بس اسمح لي، انا نبغى الناس يفهمونا غلط يا سعاده المهندس. الان انت كانك من كلامك حتى لا يفهم، كانك من كلامك تقول والله قعدنا نسقنا، ما نسقنا راح تنقطع الكهرباء، راح تنقطع، يعني ما في حل. الناس فاهمين كذا، هل هذا ما تبغى توصل له انت؟ لا ما هو كذا، احنا نقول درسنا كل البدائل. انا اقول ما تم الان، كنت ودي ان المهندس يقول لي لو انك نسقت كان تفاديت الخطا الفلاني، كان تفاديت انك تقطع التيار الفلاني، كان تفاديت انك تكسر اللوحه الفلانيه. لو شار واحد كذا جالس ما يدري ايش احنا سوينا، ما سالنا وش سويته، يظن انه في حلول افضل من هذه، حلول فلكيه. ما انا الى الان كل النقد ما حد قال الخطا وقعته فيها الشيء الفلاني، لو نسقته كان ما وقع الخطا الفلاني. مهندس إبراهيم لو تولتها شركة الكهرباء لم يحدث أي شيء، أنا أكد لك. العمل يحتاج إلى عمل تخطيطي وعمل منهجي. ليس من المعقول ولا من المقبول أن تحمل طائرة على شاحنات وتتحرك بدون خطة، مستحيل. هذا ليس عمل، يعني هي قطعت يا مهندس إبراهيم 1050 كيلومتر، لا يمكن أن لا يكون هناك بلان موجود وخارطة موجودة أين ستعبر هذه الشاحنات وأين ستتوجه. خارطة موجودة ومدروسة بدائل ومنسق مع كل قطاع قبلها بيومين وثلاثة. لكن خلينا نأخذ بديل آخر. الآن هي جلست لها حوالي 15 يوم تمشي وتقطع الكهرباء. يا أخي لو كنت ترون في بديل أفضل كان قلت وقف يا أخي، إحنا عندنا بديل أفضل. أتقعد كل يوم تقطع لي الكهرباء، يا أخي تعال مع الطريق الفلاني ولا تعال بالطريق الأسلوب الفلاني، وقف طيارتك على جنب. إحنا شركة الكهرباء عندنا خبرتنا وحنا مصنع التيار الكهربائي، وقف الطيارة على جنب وتعال نسق معنا يا أخي، ترك غلطان. إنما الواحد إذا جاء عند وسائل الإعلام مما في جريدة أو في قناة قاعد يقول يا أخي هم مخطئين وهم غلطة في المحل الفلاني، يا أخي تعال قل لي قطع. انا ترى معطينكم الفرصه للاثنين. ترى انت ايضا موجود انت في الاعلام وفي قناه، يعني ما نقول تطلع في قناه، انت طالع في قناه قاعد تقول رايك ونحترمه. مهندس ابراهيم ولا سنه نفس الحكايه. انا مهندس ابراهيم اذا احد ولا نقدت احد، انا لما انا اوجه اللوم لاي احد اذا سمحت لي على لوم ونقد يوجه لنا. مهندس ابراهيم اذا سمحت لي، ان ما جينا ننقد، احنا جايين نقول يا جماعه اذا صار في عمل مثل هذا للدروس المستفاده اللي راح خلاص انتهى لن يعود،
ومستعدين ومستعدين ان نساندكم ونتحمل، لكن الاعمال المستقبليه التنسيق مفتوح. نعم، ما سمعنا المهندس ابراهيم ايش تقول. اقول لا تبني على كلامك انه وقع خطا كبير. لا تجعل انت تشوف انه ما في خطا كبير. انا ما بشوف انه في خطا كبير، لانه ما حد قال البديل الفلاني كان افضل. اذا انت فقط تقول لو نسقته. بس يقول ما نسقته، يعني الان هو الحجه من الكهرباء يقول انتم ما نسقته معاهم. ماشي، احنا نقول ما نسقنا، خلينا نفترض، انا قلت لك نسقنا مع مستوى اقل. سنبعث لك يا مهندس وين الخطا اللي وقع؟ أنا كرقم عندي الآن 38 قرية انقطع الكهرباء. ماشي ماشي ممتاز، 38 قرية لو أنا نسقت معك ممكن ما أطفيها. منطقة الغربية يقول، يسألك يقول لو نسقت يقول مكان ما طفيت. نعم 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 نعم، لن يحدث أي انقطاع، لأني أنا تحدثت مع كل كل المسؤولين الميدانيين، قالوا لو كان في تنسيق مسبق وكان فيه فريق عمل يشتغل على هالموضوع قبلها لو بثلاث أيام أربع أيام كنا أخذنا جميع احتياطاتنا وتواجدنا في المواقع اللي تمر فيها الأسر. مهندس إبراهيم، هذه ما يبغى لها مهندس إبراهيم، ما يبغى لها عبقرية. في خطوط وفي طائرة جاية أعلى من الخطوط وموازية لها، ممكن الشركة تستعين بآلات ترفع الخطوط لحد ما تعبر هذه ويختارون التوقيت المناسب. يعني أنتم اللي تفصلون الكهرباء. طيب احنا عشان ما يصير لان نقعد نعيد للمشاهدين، اشكركم على المشاركه. شكرا لك يعني امين منطقه عسير المهندس ابراهيم الخليل على تلبيه الدعوه، وان شاء الله يعني نتواصل ايضا لاحقا اذا صار تطور في هذا الملف. شكرا لك الاستاذ عبد السلام اليمني النائب رئيس الشركه السعوديه للكهرباء والكاتب ايضا المعروف. شكرا. راح نروح فاصل ونعود لكم بعد قليل في ملف آخر مرتبط بالقضاء وقرار جديد لوزير العدل الدكتور العيسى، مع ضيوفي الأعزاء الدكتور الخولي والشيخ الدكتور عيسى الغيث. بعد قليل